خميس. والدكتور قال ما نتعبكيش، بس انا حابب اطمن عليكي، اطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ انا كده بقيت كويسه الحمد لله، وان شاء الله كمان هتبقي احسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ عايزك تجهدي نفسك بالكلام، انا عايزك تعرفي كويس ان ولاوتك عندي اللي عملها لا يدفع الثمن غالي. لازم نفوق كده، نرجع نذاكر، نطلع الاوضه، جيبي على نومك.